بعد هذا التضليل كامل اللي داروا الاداره ديال الوداد، عاد باش عرفنا فين كاين المشكل ديال نادي الوداد البيضاوي. ونخليكم مع بورتزاق هو اللي غيقول غيفرش كل شيء. المشكل دابا اللي كاين في الوداد مشكل الفلوس، عيت ما ناناليزيه ونقول هذاك الشيء ورجعت للواقع اللي كنت كنعيش واللي كيعيش كل شيء. المشكل اللي كاين في الوداد هو مشكل ديال الفلوس. المشكل اللي كان هو كان ان الرئيس كان كيوفر سيوله ماديه كبيره ومهمه، ملي مشى هذاك الرئيس ما بقاش هذاك الروبيني ولا ما بقاش بديك خاص روبيني.